السلام عليكم طلبات الطلاب، يا سلام عليك يا سلام عليك. لا خطوي اخباركم شو مسوين معكم في المقطع؟ طبعا هذا المقطع عن ردة فعلي على الجلتش جديد موجود فورتنايت. طبعا ما نعرف وش الجلتش شو، اسف زين ما علينا. خلت بنوت راح اثنين دش له ماشين ياب كفو عليه ياب. اوكي طور علينا ياب صفر اثنين، عندنا 72 نقطة باقي ثلاثة زون يا اخي والله حظ سيء، ما ادري هاي هذا حالها نحس مو بحظ اقول هاي نحس. اوكي او ما خسر اوكي هذا سكن مال فورت وايت اذا بدي يمنع السكن فورت وايت. شو ده شو دخول مات؟ اوكي انزين هذا هو الكلت، يقول لك بدون الجلايدر بدون هالشيء الازرق، يعني بدون هالشيء الازرق الموجود تحت الايتم، يعني بدون ما تستعمله يوصلك لمني. اوكي اوكي هو يقول شيء تحت الترجمة زين، ويا الجلايدر خلينا نشوف هو يوصل ابعد ولا اقرب، اقصد ابعد ولا يعني مو ابعد. زين ما علينا خلينا نشوف. لا يعني هو without the glider يوصل أبعد. أوكي حلو والله، يعني شيء حلو يمكن يستفيدون في بعض الناس حق الزون أو حق يعني عشان يهربون من الخصم. أوكي بعد واحد أشوف أطور سنايبر. أوكي أطور أطور ده دمجه شكله ميت شكله ميت. يا سلام لعيب لعيب، هو قصدنها توقفها يعني قصدنها نجيب تي ماسكو. حلو حلو اوكي كيف يعني هو نقز والله ما ادري ما حظ اتوقع يعني صدفه حظ اي شيء. اوكي الكره اوكي شستوها شستوها وين علق اوه حظ سيئ. هاي حركة كان قبل ايام قديمة موجودة ايام سيزن 7 كانت موجودة الحركة حق الطيارة، الحين استوى يعني احنا كانت حق الدراجة بس الطيارة اكثر. اوكي امين اوه يا سلام، طب ما شفته على العموم يعني ما كان مبين. اوكي جيب وحدة 90 اوكي 90 اوه اوكي نقل كف عليه والله كان بتي اوه يا ساتر يا ساتر يا ساتر والله الطلقة يد يعني عند الجانب الجدار. يا سلام عليه اوكي يا سلام ايه كان سكواد المنوب ولي ولي هيد شوتات يمين يسار والله ما خلاهم حتى سكواد يعني ما ادري شو كان بهي ما ادري ممكن اوه لعيب لعيب هذا ذكاء اسمه والله العظيم يبغي له سرعه يبغي له يعني شيء سرعه ثانيه عشان تسويها. اوكي اوكي اوه كان في حد مني اوه اوكي ممكن السلام عليك يا تيفو اسطور والله. اوكي ما صاير اوكي شكله لا هذا جلتش صادني بس يعني بطريقه مختلفه، كان فطور 50 ضد 50 وكان ميجا مول يعني تلتدني يعني هو بس نفس الجلتش يعني عشان لا تزعل. اوكي شو بيسوي شو بيسوي شو بيسوي يا ساتر يا ساتر يا ساتر اوه اوه لا 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 شباب شباب هدوا هدوا الحين وين اسوي؟ عليك نسيت نسيت خلاص ميت ميت سو هسه يعني يعني ما ما شوف انا على رايي ان هذا لازم ما يموت يعني خويه يموت ايه بس هذا لازم ما يموت يعني يعني هسه على 50 يعني ليش يموت يعني ما
وقل هذا قلت كل مرة أوكي ليم ليم أوكي أو يا ساتر أنا هو الدرجة ما جاب يا سلام الدرجة الشخص من هناك ما جاب الفخ يا كان يا واحد مخفي لحظة اي والله واحد مخفي يا السلام عليه والله ما ادري اي حظ يعني كان ابو ايبا هذا كم دمجنه وايد يعني بس هبته خمسة اوكي يا السلام خلاص اوكي عرفت الجلتش هل جلتش انك يعني الجلتش الارضية انه هو الحين بيطيح جلتش يعني هي من زمان كان موجود ما ادري ليش ما شلوه يعني قلت في بوايد يعني شوف قلت ما يكون بعد بيجيب واحد ها اي والله يا ابو واحد يعني هالدرجة يعني مو ملاحظين انه في فخ يعني يعني هو صعب يعني انك تلاحظ انه هو يعني يدار يعني نهاية ما تلاحظ شيء اوكي كيف كيف والله ما ادري هذا اقول انه لا اقول ما ادري بس كيف ذبحها يعني يعني هو بعيد عنه اوكي قبل ما احنا اتوقع بتي عليه طلقة ار بي جي من ورا اوكي سو 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 او في حد في حد ذبحها ها ايه هذا يعني ما ادري بهي في شيء يعني تحسب نفسه بنفس الفريق ده هذا ضده ما يعرف انه يتحسب نفس الفريق هو ولا شيء والله ما ادري ايش السالفه اوكي ابي شد شو يسوي شو يسوي اطلع بسكر اطلع ذبحه يا سلام اوه عم زين ذبحه اذا كان كنترولر خلاص وصل عليه الكنترولر ذبحه اوكي سو اوه والله لعبوا فيهم والله هاي كان بنايتهم عشان شي فهم قالوا يكسرون بناية عشان بس واحد وكان انا شفت اثنين يعني اوكي ما ادري اذا الكل ينحسب له ولا لا اوكي روح والله كان بيجيب العيد الحين يا سلام اوكي كف عليك والله كان بيجيب العيد زين سوى اوكي متاخر على الزون بسرعة اوكي وصل الزون شو السالفة اوكي سنايبر وات مفروض يموت يعني مفروض يموت والله ما اموت انا اقول مفروض يموت يعني بين ريدة بس يعني مفروض يموت يعني حتى لو اوكي اخويا كلهم ميتين عند البطاقة احسن شيء يسووه فرنان اضافة البطاقة عشان والله ما ادري طيب اثنين بعد والله حظ في ناس عندهم حظ يعني هي ان شاء الله ما يجيني الحظ بعد والله ما والله ناس منحوسين اقسم بالله حظ اوكي ما انسح اوكي دمج هالوت سبوت هذا شيء الذهبي شيء والله انقذه ولا كان يموت يا ساتر هل جلتش بعده موجود؟ جلتش الشخص هذا او يعني يوجي هذا الشخص الكبير عادي تنقلب اخوية ولا والله خوية طبعا كيف تسوي لي ريفايف انا مخيفهم كيف تسوي لي ريفايف اوكي يرقص استوى في الليل يعني شكله فيه يعني تلاعب اوكي شباب هذه نهايه المقطع اتمنى عجبكم مقطع لايك سبسكرايب شير وكومنت نشوفكم على خير مقاطع اخرى مع السلامه.